اجتاحت أسراب شاسعة من الجراد ما لا يقل عن 5 ولايات في الهند، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ، بينما تتصارع البلاد في شرور جائحة كورونا وأضرار ما بعد إعصار خارق. وتهدد أسراب كبيرة من الجراد الآن إمدادات الغذاء في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، واستخدمت السلطات طائرات درون لتتبع الجراد ويجري النظر في نشر أدوات حريق متخصصة مزودة بمبيدات الآفات.